أقيم في بلدتنا مسجد لصلاة النساء فقط، فهل يصح أن تؤذن فيه امرأة وتقيم الصلاة، أم يستلزم ذلك وجود الرجل؟ يكره للمرأة رفع صوتها بالأذان إذا سمعه رجل أجنبي، فإن كانت تؤذن لنساء فلا مانع بحيث لا يسمعه أجنبي، وكذلك لو أذنت لنفسها. جاء في المغني لابن قدامة أنه لا خلاف في أنه لا أذان ولا إقامة على المرأة، لكن هل يسن لها ذلك؟ قال أحمد: إن فعلنا فلا بأس، وإن لم يفعلنا فجائز. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم كما رواه البيهقي. وروى أبو داود والحاكم وابن خزيمة وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لأم ورقة مؤذنا وأباح لها أن تأم أهل بيتها. فالخلاصة أن للمرأة أن تؤذن لنفسها أو لنساء مثلها ولا ترفع صوتها حتى لا يسمعه أجنبي، والله أعلم.